مساء الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، أعده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. كلامي النهاردة وموضوع النهاردة في أول حلقة ليا في برنامج هدية على الهوى، هو برنامج بيخص كل بيت مصري، مش خاص بس بالسيدة فقط، لأ ده بالسيدة وبالرجل وبالشاب وكمان الطفل. طيب كلامي عن إيه النهاردة؟ عن الرشاقة، الصحة والحيوية، بس من غير رجيم قاسي وكمان من غير تمارين مرهقة. كل ده احنا نقدر نجيبه منين؟ من الطبيعة، من خير الطبيعة. الطبيعة هي سر كبير جدا في حياتنا احنا مش عارفين نستغله، وأول حاجة من أسرار الطبيعة تقدر تخلينا نحافظ على رشاقتنا هي القهوة الخضراء. القهوة الخضراء من HM Health Mood، ده فعلا للرشاقة عنوان. القهوة الخضراء فوائدها كتيرة جدا، كفاية ان هي بتحتوي على المايسترو حمض الكلوروجينيك، وده المسؤول الاول والفعال عن تفتيت الدهون وتكسير الدهون العنيدة. طب بيعمل ايه كمان الحمض دوت؟ الحمض دوت بيدخل جوه الجسم عامل زي الحرامي، بيسرق كل الدهون المتراكمة في الجسم، لدرجة ان احنا ممكن نلاقي الجسم بتاعنا يوصل في وقت قليل جدا للتنسيق المثالي وكمان الوزن المثالي. طيب القهوة الخضراء وحمض الكلوروجينيك ده احنا ممكن نلاقيه في اي حباية وخلاص؟ لا طبعا، ما كانش حد غالب. القهوة الخضراء وحبتها الاصلية من HM Health Mood مش هنلاقيها عند العطار ولا هنلاقيها في اي سوبر ماركت. دي حبات مختارة بعناية جدا علشان خاطر كل الانزيمات وكل الزيوت الفعالة بتاعتها تكون قوية جدا. القهوة الخضراء طبعا احنا مش قادرين ان احنا نقول عليها ان هي ما بتخسسه بس، لا هي بتخسس، بس طبعا علشان خاطر نقول ان ليها فاعلية كبيرة جدا لازم تكون كمان جنبها شوية عوامل مساعدة. اول عامل ان انا ازاي ان انا اقدر اتحكم في الشهية بتاعتي، وده طبعا برضو من خلال استخدامي للقهوة الخضراء. طب اعلي معدل الحرق بتاعي، اسد الشهية عن طريق برضو القهوة الخضراء. هي القهوة الخضراء بتعمل كل ده؟ هي فعلا حقيقي القهوة الخضراء HM Health Mood بتعمل كل ده. من فوائد القهوة الخضراء للسيدة وللطفل وللشاب وللرجل ان هي بتحافظ على ثبات الوزن فترة طويلة جدا. القهوة الخضراء هي عبارة عن كورس متكامل بتخسس من 1 لـ15 كيلو في الشهر، وده كمان من غير اي مساعدات خارجيه، ولا كبسولات ولا حقن، ولا محتاجين ان احنا نفضل رايحين جايين على انظمه غذائيه وروجيتات بنفضل نستخدمها بطريقه سواء كانت صح او غلط، او ان انا افضل رايحه جايه على الدكاتره وفي الاخر ما بلاقيش نتيجه. بستخدم القهوة الخضراء ازاي من HM Health Mood؟ انا بستخدمها مرتين يوميا، او ممكن نقول قبل الوجبات الرئيسية، سواء كانت قبل الفطار او قبل الغداء او قبل العشاء. طب بستخدمها ازاي؟ القهوة الخضراء طبعا هي بتختلف من حبات لحبات، يعني في حبات كبيرة، في حبات متوسطة، في حبات صغيرة. طب الحباية طبعا بتاعت HM Health Mood هي حباية كبيرة شوية، فلو هنقول ان هي بالمعيار يعني بالحباية، هنبدأ نقول إن هي من 8 لـ10 حبات. بناخد من 8 لـ10 حبات في معلقة برضو علشان خاطر أتأكد إن هو ده المعيار بتاعي المظبوط، على نص كوباية مية، وهبدأ أغلي المية ديت على النار. هغليها لمدة دقيقة أو دقيقتين، وبعدين هنزلها من على النار، أصفيها أغطيها وأبدأ أشربها. طب هي بس يا دكتور هي اللي بتعمل كده بس؟ في اي ما في اي يعني حاجات تانية تقدر تساعد معايا؟ طبعا في طبعا ناس بتبقى بتعاني من مشكله في الحرق، فطبعا بيبقى ضمن الكورس اللي هو خاص ب HM Health Mood نقط للحرق، ودي طبعا بتعمل على كفاءه ورفع معدل الحرق من الاول النهار لحد اخره. طب برضو بستخدمها امتى مع القهوة الخضراء؟ هو يفضل ان هي تستخدم من 6 لـ8 نقط على غيار الريق مباشرة، او استخدمها على القهوة بس بيكون قبل الفطار. القهوة تاني زي ما انا قلت فوائدها طول اليوم، بتسد معاك الشهية، بترفع معاك معدل الحرق طول اليوم، هتحسسك بشبع جامد جدا نظرا لأنها بتتحكم في هرمون الجوع. ممكن نقول بعد كل وجبة من 4 لـ6 ساعات، وطبعا ده حسب طبيعة الجسم وحسب معدل الحرق
بتاعي. الكورس طبعا هو فعال جدا وآمن جدا وملهوش أي أضرار ولا ليه أي آثار جانبية. بيجيني طبعا أسئلة كتير على الصفحات، طب هو يا دكتور القهوة الخضراء ليها أي آثار جانبية على الرضاعة؟ إطلاقا، أولا بدل ما حاجة طبيعية خارجة من الأرض ما فيش فيها أي تدخل خارجي من أي نوع، فلازم نبقى عارفين إن هي آمنة جدا وفعالة على الرضاعة وكمان على الست الحامل. في سن معين هو يفضل استخدامها من سن 8 سنين لحد العمر كله. طب يا ترى في امراض هي بتقف قدامها مستعصيه؟ طبعا مش عايزه اقول ان هي ما فيش محاربات للقهوه الخضراء، لكن عايزه اقول على الاقل ان هي لا تقف عاجزه اطلاقا على مرضى القلب والسكر والضغط، الناس اللي بتعاني من هشاشة العظام، الناس اللي عندها مشاكل في الكبد والكلى ما تخافش منها إطلاقا. طبعا القهوة الخضراء أني أنا أستخدمها وأنا بنظم أكلي ده حاجة تانية خالص. ما هو أنا مش هاخد القهوة الخضراء بس وأقول أن أنا عايزة أخس، لا طبعا في عوامل تانية مهمة جدا، وهي إزاي أن أنا أقدر أظبط أكلي على مدار اليوم بتاعي. يعني أكل إيه في الفطار، أكل إيه في الغداء، اكل ايه في العشاء، ازاي ان انا اقدر انظم الساعه البيولوجيه اللي رب العالمين خلقني عليها علشان خاطر يبقى في توازن صحي ونظام داخلي هضمي فعال جدا. يعني زي ما احنا بنقول كده زي القطر، ما ينفعش القطر ده يمشي على قضيب واحد والتاني، لا لازم ان انا اظبط اكلي وقدامه على طول القهوه الخضراء من اتش ام هيلث مود. كمان احب اقول ان النظام الغذائي هو مش نظام يعني خاص بحد واحد بس، لا طبعا هي الابحاث العلميه اثبتت ان كل الانظمه الغذائيه اللي احنا ممكن نتبعها مع القهوه الخضراء بتبقى مفيدة جدا، بس مش بتبقى زي ما أنا قلت روجيت عامة، لا خالص. طبعا حضرتك بتسيب لي الوزن والطول والسن طبعا لأن يهمني، وخصوصا كانت سيدة أو رجل، طفل أو شاب، لأن كل نظام غذائي وكل اتباع إرشادات معينة مع القهوة الخضراء ليها حيثيات معينة في اتباعها. يعني هاخدها إمتى، هاكلها جنبي إيه، طب هشرب معها إيه، طب هي هتنظم لي، طب هي هتنزلني قد ايه، لان طبعا العمر بيفرق طبعا في نزول الوزن، وطبعا طبيعه الجسم ومعدل الحرق بيختلف كتير من جسم لجسم، وبيختلف من سن لسن، وبيختلف اذا كان من سيده لرجل. اضرار القهوه الخضراء مش عايزه اقول ان هي ليها اضرار كبيره جدا، الا ان لو في ناس بتعاني من الضغط العالي قوي او المفرط قوي، اقول ان احنا نستخدمها مرتين يوميا قبل الفطار وقبل العشاء، او قبل الفطار وقبل الغداء. من ضمن برضو الاسئله اللي هي بتجيني، طب هو يا دكتوره انا لو انا خدتها يا ترى انا هخس؟ طبعا هنخس. هي القهوه لوحديها الخضراء بتخسس لحد 15 كيلو، ومش ده كلامي، لا ده كلام دكاترة كبيرة جدا وأبحاث عالمية اتكلمت عن فوائد القهوة الخضراء، وخصوصا الفوائد القهوة الخضراء اللي هي الحبات بتاعتها حبات كلها زيوت كبيرة جدا وفعالة جدا جدا. طبعا استخداماتها زي ما انا قلت يا جماعه، هي بتبقى قبل الوجبات الرئيسيه، قبل الفطار وقبل الغداء بنص ساعه. طيب هنطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني ونكمل باقي موضوعنا. دكتوره هديه، انا بشكرك جدا 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 على القهوه الخضراء، تحفه. اتش ام هيلثي مود جميله جدا جدا جدا، انا استعملتها ومتابعه معاكي فيها، يعني خسيت عليها حلو قوي. انا كنت 105 دلوقتي 90، وكمان في المقاسات يمكن نزل باين عليا اكتر من الوزن. الصراحه جميله جدا جدا، والاجمل ان حضرتك. يا صباح الخير على حضراتكم، النهارده انا جايبه لكم مفاجاه من العيار التقيل جدا، رجعت تاني القهوه الخضراء الاصليه بس الامريكيه، بس من اتش ام هيلثي مود.
طبعا حبايه القهوه الخضراء احنا عارفين طبعا ان هي بتبقى غنيه بفيتامينات ومعادن كتير جدا ومضادات اكسده، غير ان هي بتحتوي على المايسترو حمض الكلوروجيناك، وده المسؤول الاول والفعال عن تسريع حرق الدهون بتاعتي طول اليوم، غير كمان حرق الدهون العنيده جدا، بيرفع معدل الحرق بتاعي، بيسد شهيتي طول اليوم، وهو ده طبعا اللي انا عايزاه. طبعا ان هو امن جدا على الناس عندها القلب والضغط والسكر، غير ان هو بيطرد الكوليسترول ده. انا عايزه اقول لك الحبايه القهوه الخضراء الامريكيه اتش ام في الشهر، ممكن اكتر اه طبعا ممكن تنزل لحد 20 كيلو لو معدل الحرق وطبيعه الجسم بتاعتي عاليه جدا. بستخدمها ازاي؟ بستخدم منها معلقه صغيره على نص كوبايه ميه، وبغليها على النار لمده دقيقتين على نار هاديه، وبعد كده بصفيها وبشربها. طب ده بيبقى امتى؟ بيبقى قبل الوجبات الرئيسيه، الفطار او الغداء او العشاء. وطبعا يفضل ان هي تبقى على كوبايه صغيره، استكانه صغيره، علشان خاطر يبقى مفعولها اكتر. طبعا احنا عايزين نعرف ان هي الاصليه ولا لا. طبعا هي بتبقى هوريها لكم دلوقتي. اولا هي اول ما بتفتحي الكيس انا عايزه اقول لك ان هي بتبقى عطريه جدا، الحبايه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، حبايه عطريه جامده جدا كبيره زي ما انتم شايفين، بتجيب من الاخر يعني حكايه كده وهم. طب انا عايزه بقى اظبط الكورس بتاعي واجيب حاجه في معدل الحرق بتاعي اكتر. طبعا احنا متعودين ان احنا بناخد الهدايا بتاعتنا بتنزل مع العرض، انا جايبه 3 علب الصراحه، لان انا قلت ان انا استفيد بالخصم اللي نازل على العضوات على طول. نزل معاها علبة النقط، ودي بتعلي معدل الحرق بتاعي طول اليوم، بتنزل بطعم القهوة، في طبعا بطعم التوت والبلوبيري. طيب باخد ديت بتنزل من 6 لـ 8 نقط على الكوباية قبل الفطور. طب انا بقى لو عايزة بقى اخلي الكورس الذهبي ده فعال اكتر، باخد باكت من الاورجانيك قبل العشاء بنص ساعة، نص كوباية مية مغلية، ده بيمنعني عن السكريات والنشويات، وبيشغل معايا معدل الحرق جامد جدا، وبيوقف معايا هرمون الجوع لحد 8 ساعات. يعني الصراحة اتش ام هيلث مود جايبالنا من الاخر 15 كيلو كده اهوت بكل امان. الاحسن كمان يا جماعه ان انتوا هتلاقوه مع الصفحه الصراحه والمصداقيه، غير اقول كمان سرعه الرد مع الفريق الطبي وفي اي وقت، متابعه طول فتره الكورس. الصراحه اتش ام هيلث مود هجيب معاك من الاخر، يعني رشاقه وحيويه ومن غير عمليه. انا بشكر دكتوره هديه على القهوه الخضراء قهوه اتش ام هيلث مود. القهوة دي مستوردة أمريكية، بشربها مرتين، مرة قبل الفطار ومرة قبل الغداء. القهوة الخضراء دي جميلة جدا، نزلت معايا من 9 لـ 10 كيلو، بحسيت بها بالفرق في اللبس بتاعي، وكمان معاها النقط دي هدية. النقط دي بتعلي معدل الحرق جدا وبتحرق معايا جدا، وأتمنى أنكم تجربوه. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أحب أنوه على حاجة في الحلقة بتاعتي، إن بمناسبة طبعا المولد النبوي الشريف ورجوع المدارس وكل سنة وحضراتكم طيبين، إن في خصم كبير 50% لكل عملائنا الكرام وكل عملائنا الجدد على صفحتنا وعلى منتجنا اتش ام هيلث مود للرشاقة، عنوان خصم 50% على كل منتجات اتش ام، سواء كانت القهوة الخضراء فقط او لو كان الكورس اللي هو طبعا هيبقى عبارة عن نقط الحرق ومعاها الاعشاب. للرشاقة عنوان القهوة الخضراء وبس؟ لا طبعا، القهوة الخضراء مش للرشاقة عنوان تكون هي السبب الرئيسي. السبب الرئيسي المود، اسمها healthy mood، المود بتاعي، نفسيتي، مش عايزة تحت اي ضغط ولا تحت اي استرس ان انا اول لما اتعب نفسيا اجري على التلاجة واكل، او اكون انا متضايقة اروح مطلعة غلي في الاكل. مش هو ده الصح، صدقني وصدقيني الحالة النفسية هي المتحكم الرئيسي والفعال في نزول الوزن. هنقول مفيش عندنا مشاكل، مفيش عندنا او عندنا، طب احنا نعمل ايه؟ هنحاول ان احنا نتحكم شوية، هيكون عندنا شوية ارادة على الاقل علشان خاطر حتى
المجهود اللي احنا هنبذله خلال النظام الغذائي اللي احنا هنتبعه مع القهوة الخضراء، وعشان كمان الحرمان اللي انت ممكن او ممكن حضرتك تكون شايفه من وجهة حضرتك من وجهة نظر حضرتك ان هو حرمان، هو مش هيكون حرمان، هو مجرد ارادة ان احنا نتحكم في نفسيتنا شوية، ان احنا هنبدأ نتحكم في شهيتنا شوية، ان احنا كمان هنقدر بقدر كبير جدا وفعال جدا ان احنا نتحكم حتى في الغرائز بتاعتنا الخاصه بالاكل. اتش ام هيلث مود منتج قوي جدا وفعال جدا، هيساعدك كمان انك تحاربي وتحارب التوتر. هنحارب التوتر وهنحارب الاكتئاب، ملوش كمان مشاكل في الجهاز الهضمي. القهوه الخضراء بتعمل مود حلو، مزاج حلو، فيها تسكيرة حلوة كده وجميلة. يعني حتى الناس كلها اللي كانت متعودة على مرارة القهوة الخضراء، الكلام ده مش موجود خالص في اتش ام، خالص مش موجود، فيها تسكيرة حلوة جدا. معانا مداخلة تليفونية مع أستاذ عماد ونقول ألو. ألو، السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ألو، مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، ازيك يا باشمهندس؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله، والله انا مبسوط جدا اسمع صوت حضرتك، ويعني مش عارف اشكو حضرتك ازاي على القهوه الخضراء دي اتش ام سمود دي. يعني بصراحه جابت معايا نتيجه يعني فعاله جدا 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 في خلال مقاساتي اختلفت، ويعني حاجه بصراحه يعني حاجه انا يعني بشكر حضرتك بجد بجد بجد، وشكر خاص لفريق الفريق الطبي بتاع حضرتك، ودايما بدعي لك كده بقول يا رب كده دايما من ميرسي جدا ميرسي جدا. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ عماد، حضرتك استخدمت القهوه كام مره، او استخدمت مني كام كورس عشان اعرف بس كمان حضرتك نزلت عليها قد ايه؟ انا هي يعني انا استخدمتها اكتر من مرتين او يعني بتاع ثلاث مرات. تمام، يعني استخدمت الكورس من عندي ثلاث مرات. جميل، تمام. في خلال 20 يوم بالظبط كده جابت معايا نتيجه يعني فعاله جدا يعني بصراحه، ومقاسات عندي اختلفت كلها دلوقتي. واخدت عليها يعني في البدايه كمان بالنسبه لطعمها كان جديد عليا، لكن دلوقتي الحمد لله يعني انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، ومنتج فعال حقيقي بجد 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 يا فندم. ميرسي جدا، وانا اتمنى ان يعني يكون انا والفريق الطبي الخاص ب اتش ام هيلث مود وصفحتنا على الفيسبوك يكون هو فعلا شهاده كبيره جدا واعتزاز كبيره جدا ان الكلام الحلو دوت انا بسمعه من حضرتك، واتمنى فعلا ان يكون الفريق عندي بيتيح الفرصه وحقوق الرد في كل وقت، ويكون مع حضرتك على طول اول باول ومع كل العملاء بتوعنا. أنا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس عماد، ميرسي جدا على المداخلة الجميلة ديت، وأتمنى لحضرتك دايما الأفضل. نكمل تاني. طبعا بشكر أستاذ عماد، وطبعا أستاذ عماد وغيره 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 أكيد هو مش بيقول الكلام دوت من فراغ، محدش عنده استعداد يا جماعة في ظل الأيام اللي احنا فيها دوت يدفع فلوس في أي منتج مهما كان، سواء كان كورس أو حتى كان لوحده، وأدفع ثمن كبير في الكورس وفي الآخر ما لاقيش نتيجة. الصراحة كمان أنا بشكر الفريق الطبي بتاعي، بيبقى دايما في تواصل مستمر مع كل العملاء وفي أي وقت، يعني في شيفت نهاري وفي شيفت ليلي، يعني حتى اللي مش عارف يتواصل معايا بصفتي الشخصيه الفريق الطبي بتاعي الصراحه يعني ما بيونش في السؤال، وبيتيح الرد في كل الاسئله، وما عندناش اي مشكله ان احنا نرد على اي حد وفي اي وقت. طبعا الشحن بتاعي شحن مجاني يا جماعه، ولكل المحافظات، بغطي مصر كلها. منتج اتش ام هيلث مود هو بيغطي جمهوريه مصر العربيه كلها، والحمد لله وبحمد ربنا على نجاح اتش ام هيلث مود في كل صفحاتنا على الفيسبوك، وكل عملائنا الكرام بيشكروا فيه فعلا حقيقي. انا عايزه اقول لكم بقى كمان مفاجاه، ان ابني الكبير شخصيا بيستخدم القهوه الخضراء في الجيم، لان طبعا احنا عارفين الرياضه هي مش رياضه وبس، لا طبعا في ناس كتير بتحب تعمل رياضه علشان خاطر بيبقى عندها نسبه من الكالوري هي مش عارفه
تفقدها. فأنا يعني ابني واخواتي وحبايبي استخدموا القهوة الخضراء حتى وهم موجودين في الجيم، عملت معاهم مفعول الصراحة خيالي جدا. أنا بتفاجئ إن أنا بلاقي حد داخلي يا دكتور هدية أنا بشكر حضرتك جدا، أنا كنت 109 نزلت 99، أنا كنت 100 وكذا بقيت كذا، أنا كنت 80 وصلت لحاجة و60، أنا عايزة أثبت مع حضرتك. القهوة الخضراء فعلا جميلة، إحنا كنا خايفين منها لقينا منها نتيجة حلوة جدا. غير كمان الهدايا اللي أنا بنزلها مع الكورسات بتاعتي نقط الحرق المتميزة اللي هي بتنزل على عروضي، والأعشاب طبعا اللي هي بتسد الجوع وبتمنعك عن النشويات وبتمنعك عن السكريات فترة ما تقلش عن 8 ساعات. عايزة أقول كمان يا جماعة إن مش الأكل بس هو المضمون الرئيسي ولا القهوة بس هي المضمون الرئيسي، الرياضة كمان بتلعب مع حضراتكم دور كبير جدا. طب في ناس كتير تقدر تقولي إحنا برضو مش بنقدر إن إحنا نروح الجيم، وخصوصا الناس كبار السن يبقوا محتاجين يعملوا رياضة بيتوتية. وان شاء الله هتبقى في حلقه من ضمن حلقاتي اللي جايه ان شاء الله، هنستضيف معانا ودي هتبقى مفاجاه كبيره جدا، هنستضيف معانا ناس كتير هتبدا تتكلم عن ازاي ان الرياضه نبدا نعملها في البيت، ازاي الرياضه انا اقدر من خلالها انزل لوزني مثالي جدا مع القهوه الخضراء اتش ام هيلثي مود. طيب احب كمان انوه على حاجه، ان الخصومات يا جماعه هي مش واقفه بس على المولد النبوي الشريف ولا على رجوع المدارس، لا ده كل كمان موسم هيعدي على حضراتكم بكل خير وبكل سعاده وبكل امل. هنلاقي اتش ام هيلثي مود عامله خصم ممكن يوصل لاكثر من 50%. طيب معانا مداخله تليفونيه استاذه شيرين من الجيزه. الو، مساء الخير. مساء النور. منورش جد جدا، الله باذن الله نستفيد منه في كل بيت معنا. ميرسي جدا يا استاذه شيرين، اتفضلي. بس عند حضرتك يا دكتور، اتفضلي. لو انا استخدمت القهوه الخضراء مش عارفه استخدم نظام غذائي، استاذه هديك بس نقعد في مكان في شبكه. انا الو، ايوه سليم، اقدر استخدمه تعبان؟ للاسف هنضطر ان احنا نعاود الاتصال مره تانية لان مفيش شبكه. الناس اللي هي ممكن تدخل وتقول لي طب انا خدت القهوه وما خسيتش عليها، لازم هقول ان مش شرط بس ان يكون السبب ان القهوه الخضراء ما عملتش نتيجه، لازم اكون استخدمتها غلط، لازم ما اكونش مشيت على الارشادات بتاعتي، لازم اكون بوظت في الاكل بتاعي. انا قايله ان انا استخدمها ازاي؟ طب هو انا عشان بس بستخدم منتج للدايت وده هيخسسني فانا بقى اجري على الاكل وابوظ اكلي، اجري على المشروبات اللي هي كلها غلط وابدا اشربها، ان انا ما اتحركش، ان انا ما اعملش اي حركه خالص؟ ده طبعا غلط يا جماعه. مفيش حاجه اسمها ان القهوه الخضراء بس انا هاخدها فانا خلاص كده انا هخس يا دكتور، لا، لازم انت كمان تساعديني، لازم حضرتك تساعدني، لازم ان احنا ننظم حركه دخول الاكل. طيب استاذه شيرين رجعت معانا تاني. الو. اي يا فندم، بعتذر على انقطاع الاتصال. لا يا فندم، عايزه نظام غذائي، يعني مش عايزه اقول امثل لكن يريحني، ان انا لما اخد القهوه الخضراء مرتين في اليوم وانا ست عامله بنزل اشتغل ما احسش بالمجهود او احس ان انا عندي هبوط، اني يعني مش عارفه انا بخس ولا انا بعمل ايه بالظبط. فهستاذنك في نظام غذائي امشي عليه. هو طبعا اتباع اي نظام غذائي هو مش عباره عن روجيتا ان احنا بنصرفها لاي حد. النظام الغذائي طبعا حضرتك اتمنى ان حضرتك تتواصلي مع الفريق الطبي بتاعي، هيبدا يقول لحضرتك الوزن والطول والسن المناسب لحضرتك، واذا كان حضرتك بتقولي ان حضرتك عامله هقول لك الطريقه الامنه والفعاله والجميله جدا انك تستخدمي فيها القهوه الخضراء، وهيبقى معاها نظام سهل جدا وبسيط وحضرتك في العمل او في البيت.
طبعا الوقت معاكم جري معاكم جامد جدا وما حسيتش معاكم بالوقت خالص. اتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم واستفدتوا بكل المعلومات اللي معايا، وان شاء الله اوعدكم في كل يوم سبت على الهواء في برنامجكم هديه على الهواء بموضوع جديد ومعلومات جديده. كل سنه وحضراتكم طيبين وتصبحوا على الف خير.